السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هقولك على سر الحواوشي بتاع المحلات، ازاي يبقى معاكي كريسبي من بره وطري من جوه، والتتبيلة الروعة اللي مش هيختلف عليها اتنين. حاجة كده هتشرفك قدام اهلك وقدام اصحابك، وهتتفوقي على حواوشي المحلات. يعني انت ممكن تفتحي منه مشروع، مش هيقولك لا. اول حاجة، لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير لاصحابك عشان يستفادوا، واشتراك لو لسه مش مشتركه، واوعي تنسي تفعلي زر الجرس. بصي بقى، مع الطحينه حاجه روعه. يلا نبدا ونقول بسم الله. معايا كيلو لحمه مفرومه واربع بصلات متوسطه. انا بحب افرم البصل ناعم قوي عشان خاطر ما يبانش معايا، وبنزل بمعلقتين دقه عشان انا معايا كيلو لحمه، ونص معلقه فلفل اسود، ونص معلقة بهارات. دي انا عاملاها في البيت ومتعلماها من حماتي السورية، بس ان شاء الله هنزل لكم بيها في فيديو جديد. وجنزبيل بودر وبصل بودر وتوم بودر، مش محتاجة اي توابل غير كده. هنقول بقى بسم الله ونخلط المكونات بتاعتنا كويس جدا 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 جدا. وانا بدوقها، مع يعني انا بدوق اللحمة بتاعتي، حسيتها ان هي محتاجة شوية ملح وشوية فلفل اسمر. يعني انا زودت على معلقتين الدقه الاولى، معلقه خفيفه كده دقه، ونص معلقه فلفل اسمر كمان، وهقلب المكونات بتاعتي كويس جدا جدا جدا، وبس كده خلاص تكون خلصت معايا. هجيب بقى العيش بتاعي، يفضل يكون عيش ابيض، وبتقولي للراجل ان انا عايزة عيش حواوشي. ويا سلام بقى لو العيش اللي هو بتاع الفرن البلدي الاصلي ده، بيكون احلى والطعم احلى بكتير في الحواوشي. واخد كورة كده من اللحمة وبحطها جوه الرغيف، بهويه الاول اتأكد ان هو مش ماسك في بعضه، وافرد اللحمة بتاعتي كويس جدا في الحروف، وبكده يكون خلص معايا رغيف الحواوشي. استني بس هقولك بسويه ازاي، انا بس بوريك ازاي الاول ان انا بحشي اللحمة بتاعتي. بصي كله يبقى تمام كده، وفرد اللحمة كويس جدا جوه الرغيف، وبعدين هنروح على التسوية. واحنا بقى بنعمل الحواوشي كده، يعني في معلومة انا عرفتها، ان الحواوشي ده اول حد اخترعه رجل مصري من عيلة الحواوش، كان اسمها عيلة الحواوش. الحواوشي ده كان بيعمل ايه؟ كان بيحط اللحمة كده في العيش ويسويها في الفرن، ويمشي يبيعها على الناس اللي بتشتغل في المحلات وفي الشارع. المهم ان الاكلة دي اتشهرت جدا على اسم عيلته، والعيلة دي لحد دلوقتي فاتحة محل باسمها عيلة الحواوشي. يعني الحواوشي ده يسمى على اسم عيلة الراجل اللي اخترع الاكلة دي، وهو راجل في الاصل مصري. يعني انا بجيب بقى الطاسة وبحط فيها معلقة زيت، دي بالنسبة لي الجريل اللي انت بتشوفيه بره، يعني هما بيشتغلوا كده على الجريل، وبيحطوا معاها حتة دهنة كده، مع مش زيت، بيحطوا دهنة. انا حبيت اخففها شوية بس وحطيت زيت، بس لما بتحطي دهنة بتبقى الريحة اوف واو. بس انا كده خلصت تسوية الرغيف بتاعي، وبفتح في النص كده اتأكد ان اللحمة استوت. كل شوية بقلب على الناحيتين على نار متوسطة، وبوطيها شوية عشان الرغيف بتاعك ما يتحرقش معاكي، وتفضلي بتقلبيه كل شويه وتشوفيه وتلاحظيه لحد ما يطلع معاكي اللون الذهبي الكريسبي الفظيع ده. تقدميه بقى، تقطعه اربع قطع مع الطحينه ومع صوص الكاتشب بالمايونيز، بيبقى حاجه روعه بجد. جربوه، وعايزه اعرف رايكم في التعليقات. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك، ولو لسه مش مشتركه معايا، وشير لأصحابك عشان يستفادوا. وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك ان شاء الله مني كل جديد. بصي بجد فظيع، لازم تجربوه، ومستنية رأيكم في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.